عرض المتحف الوطني بدمشق عشرات القطع من الآثار المستردة من لبنان، العراق والأردن. الآثار المعروضة تعود إلى الألفية الأولى والثالثة قبل الميلاد، وتعتبر من أهم القطع الأثرية في تلك الفترة. ووصف المتحف الآثار بأنها تعد من أهم القطع بالألف الأول قبل الميلاد، منها نصب حجري يرجع للألف الأول، ومجموعة من النقود الفضية والبرونزية أيضاً ترجع للألف الأول قبل الميلاد، مع تماثيل حجرية كثيرة مهمة من الألف الثالث قبل الميلاد، وأختام أسطوانية مهمة من حيث المادة والمشاهد الموجودة عليها. مجموعة من القطع اللي تعد من أهم القطع بالألف الأول قبل الميلاد، منا نصب حجري يرجع للألف الأول، ومجموعة من النقود المعدنية الفضية والبرونزية كمان ألف الأول قبل الميلاد، مع تماثيل حجرية كتير مهمة بفترة بعصر البرونز القديم الألف الثالث قبل الميلاد، وأختام أسطوانية مهمة من حيث المادة والمشاهد الموجودة عليها. ونالت الأزمة في سوريا المستمرة منذ 11 عاماً بشدة من الآثار التاريخية في البلاد، حيث دمرت الجماعات المتشددة بعضها وسرق المهربون عدداً آخر منها. وتحاول الحكومة السورية استرداد معظم القطع الأثرية المسجلة لديها، والتي لا تزال آلاف القطع الأخرى مفقودة حتى الآن. ونجحت سوريا في استرداد نحو 35,000 قطعة، ما بين صغير وكبير، يعود لفترة زمنية مختلفة، والعديد منها دخل عمليات الترميم الفنية من أجل إعادتها لما كانت عليه سابقاً. حوالي 35,000 قطعة تم استردادها ما بين صغير وكبير، يعود لفترات زمنية مختلفة طبعا، والعديد منها دخل بعمليات الترميم الفني من أجل إعادتها للوضع إلى ما كانت. هي عملية طويلة، ويتم فيها أيضا التواصل مع الجهات في الخارج وإقامة دعاوي من أجل إعادة هذه القطع وعودتها إلى الوطن. وطبعا هناك العديد من القطع في المتاحفنا تم إعادتها عن طريق القطر اللبناني الشقيق والقطر والمملكة الأردنية، وبعض القطع تم إعادتها من العراق. وتتطلب عملية استعادة الآثار التواصل مع الجهات الدولية وإقامة دعاوى لإعادة هذه القطع وعودتها إلى بلادها الأصلية.